ينطلق غدا المنتدى السنوي 11 للأبحاث الطبية تحت عنوان لقاحات كوفيد-19 التحديات العالمية والمستقبل، والذي تنظمه افتراضيا الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك. يهدف المنتدى إلى الجمع بين المختصين في مجال تطوير وإنتاج لقاحات كورونا ومناقشة آخر التحديثات حول تطوير اللقاح، في حين يشارك في المنتدى 32 خبيرا عالميا من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة. تحدث عن تفاصيل هذا المنتدى مع المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر. أهلا بك دكتور أحمد، مساء الخير. لأن نتحدث معك في البداية عن يعني الهدف من اختيار هذا العنوان لهذا المنتدى في دورته 11، يعني عنوان لقاحات كوفيد-19 التحديات العالمية والمستقبل. مساء النور وحياكم الله. الحقيقة المنتدى الأبحاث لهذه السنة والذي نظمه مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك، نعم، جاء في فترة مختلفة وفريدة، ولم يكن مفاجئ أن نختار شعار المؤتمر بحيث يكون لقاحات كوفيد-19 التحديات العالمية والمستقبل، بسبب طبعا ما نراه وما نعيشه اليوم من تحديات من قبل جائحة كورونا. والجهود العالمية الآن تتوج خلال 6 أو 8 شهور الماضية بتطوير بلقاحات طورت ودخلت الدراسات والتجارب وأشرفت على الانتهاء منها. فأعتقد الوقت، رأينا الوقت مناسب لنقاش هذا الموضوع، نعم، ودعوة جميع شركات ومراكز أبحاث العالم المشاركة والتي لها لقاحات. ولله الحمد الجميع لبى الحقيقة الدعوة. أبرز المشاركين دكتور أحمد معكم في المنتدى؟ استطعنا استقطاب الحقيقة العديد. نتكلم عن مثلا معهد جينر بأوكسفورد، وهو أحد المعاهد المطورة للقاحات، واللقاح الحالي التابع لأوكسفورد واللي الآن تجربه شركة أسترازينيكا، سيكون له ممثل ومتحدث ينقل التجربة والتحديات في مجال هذا. أيضا نعم. اللقاح الروسي، اللقاحات الصينية، اللقاحات الأمريكية جونسون أند جونسون وموديرنا، كلها ستمثل في هذا المؤتمر، ونخبة من المتحدثين العالميين اللي ممكن يضيفوا قيمة علمية لنقاش هذه اللقاحات، ولي إن شاء الله نحن يعني نصل بأهداف هذا الملتقى إن شاء الله، مثل تعزيز ثقة المجتمعات العالمية باللقاحات، مناقشة التحديات المتوقعة، أيضا تصحيح بعض المفاهيم حول اللقاحات. هذا طبعا غير نقاش التطورات والبيانات، نعم، الصادرة والناتجة من هذه اللقاحات. كم يستمر اليوم المنتدى دكتور؟ وأيضا أبرز العناوين التي ستندرج في أو ستكون ضمن محتوى هذا المنتدى باختصار شديد دكتور؟ نعم، الحقيقة طبعا زي ما تفضلت أكثر من 32 مشارك في الملتقى. من العناوين اللي ذكرتها هي مثلا آخر البيانات وآخر التطورات في اللقاحات، المشاكل، التحديات، مستقبل توزيع اللقاح، كل هذه ستكون ضمن النقاشات. أيضا هناك جلسة مخصصة لاستعراض الجهود الوطنية في تطوير اللقاحات، وسيشارك فيها نخبة من العلماء الأبحاث السعوديين، نعم، برضو في مجال طبعا التقنية الحيوية بشكل عام واللقاحات. كم سيستمر المنتدى دكتور؟ وهل هو المنتدى يومين، نعم، غدا اللي هو الرابع من نوفمبر والخامس،